بث علماء من وكالة الفضاء الأوروبية صورا التقطها مسبار الفضاء في لاي تظهر الطبيعة الوعرة لسطح المذنب تشيريوموف جريسيمينكو. وقال العلماء إن عدم انطلاق الرماح الخاصة بتثبيت المسبار على سطح المذنب أدت إلى مشكلات في عملية هبوط في لاي، ما تسبب في صعوبة تحديد موقعه النهائي. نفهم الآن بشكل أفضل كيف وصلنا إلى هذا المكان، لكن ما زلنا لا نعرف بالضبط أين. في البداية قلت إننا اضطررنا للهبوط مرتين، لكن وكما أعلن فقد جرى الهبوط لثلاث مرات. ويعلق العلماء آمالا كبيرة على البيانات التي يرسلها في لاي لفهم أسرار ونشأة المذنبات، والتي قد تؤدي إلى فهم أكبر لنشأة الكون. بالنسبة لنا المهمة لم تنتهي بل ستستمر، وكما قال إغناسيو نحن نستعد لقادم الأيام والأسابيع والأشهر بل وربما للأعوام المقبلة، وآمل في تلك الأعوام أن يستمر الحديث عن هذه المهمة الرائعة وهذا الفريق الرائع وهذا المذنب الرائع وبالأخص عن هذا العلم الرائع. شكرا جزيلا. موفد قناة يورو نيوز إلى ألمانيا جيرمي والكس يقول. إذن الصور وصلت وبدأنا في تلقي البيانات من سطح المذنب، لا يهم إن كان فيلاي في الموقع الذي أراده العلماء، إنها مهمة رائعة. ويجب التذكر أن المركبة روزيتا ستسبح في الفضاء بالقرب من المذنب حتى نهاية عام 2015.